السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثامن، حياكم الله تعالى. إن شاء الله اليوم راح نبدأ بالدرس الثالث من مادتنا مادة الجغرافيا بعنوان الموارد الزراعية. ما معنى الموارد الزراعية؟ نتعرف مع بعض سويا عليها إن شاء الله. عاش الإنسان منذ القدم يتنقل من مكان إلى آخر بحثا عن الغذاء من خلال صيد الحيوانات وجمع الثمار، إلى أن اهتدى إلى ممارسة الزراعة. يعني الأردن كان في بداية عهده يعتمد على الانتقال من مكان إلى آخر، استغلال المنتج الموجود، وعند نفاذه ينتقل إلى مكان آخر. كانت هذه حياته تنقل وعدم استقرار، إلى أن اهتدى إلى ممارسة الزراعة. طبعا هي من أهم العوامل التي أدت إلى استقرار الإنسان وتثبيته في منطقته. ثم بدأ الإنسان بزراعة الحبوب مثل القمح والشعير وتدجين لبعض الحيوانات، ثم أدى إلى حدوث تطور كبير في حياته، حيث انتقل من حياة التنقل إلى الاستقرار في القرى ثم المدن. هاي بداية حياة الإنسان. أنواع الزراعة، ما هي أنواع الزراعة؟ واحد، الزراعة المطرية أو تسمى البعلية. حكينا أنه لماذا تسمى بعلية؟ لأنه عند اليونان كان يسمى إله المطر بالبعل، فلذلك سميت الزراعة المطرية بالزراعة البعلية. تعرفها هي الزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار مثل زراعة الحبوب إن كانت قمح أو شعير، والزيتون والتين. من الأمثلة الشكل الموجود أمامنا محاصيل مطرية مثل القمح. 2، الزراعة المروية. ما هي الزراعة المروية؟ هي الزراعة التي تعتمد على الري من مياه الأنهار والمسطحات المائية والمياه الجوفية، أي بمعنى أنها لا تعتمد فقط على المياه المطر، إنما على أشكال المياه أخرى. أمثلة على الزراعة المروية مثل الحمضيات وقصب السكر والموز وما إلى ذلك. ومن أمثلتها عندنا في الأردن الأغوار بمختلف أنواعها، كانت أغوار جنوبية أم شمالية. طبعا الاهتمام الأكبر بالزراعة المروية في الأغوار، ليش؟ بسبب وجود نهر الأردن، قناة الملك عبد الله أو القنوات الأخرى، وإيجاد موارد للري المختلفة غير الأمطار، على عكس بقية أجزاء الأردن التي تعتمد على مياه الأمطار فقط، والزراعة الأغلب تكون فيها لشجر الزيتون. نشوف الزراعة المروية في الشكل موجود أمامنا، زراعات مختلفة إن كانت بالبيوت البلاستيكية أم غير ذلك. في عنا تعريف للمحاصيل النقدية. ما هي المحاصيل النقدية؟ المحاصيل المنتجة بهدف بيعها في الأسواق للحصول على العملات النقدية وتوفير العملات الصعبة. من الأمثلة عليها القط والبن والسمسم. هذه من الأمثلة على المحاصيل النقدية. فإذا سألتك ما هي المحاصيل النقدية، هي المحاصيل المنتجة بهدف بيعها في الأسواق للحصول على العملات النقدية وتوفير العملات الصعبة مثل القط والبن والسمسم. والشكل الموجود أمامنا مثال على زراعة البن. أما أهمية الموارد الزراعية، ما هي أهمية الموارد الزراعية؟ تبرز أهمية هذه الموارد في كافة المجالات من خلال 1، تزويد السكان باحتياجاتهم من المواد الغذائية. 2، توفير فرص العمل للسكان. 3، دخول بعض المحاصيل الزراعية كمادة خام في الصناعة مثل القطن وقصب السكر ونخيل الزيت. هذه بعض الزراعات تدخل بشكل خام في الصناعة المختلفة. 4، زيادة الدخل القومي. إحنا نعرف إنه أي دولة إذا نجحت زراعتها نجح صناعتها ونجح اقتصادها، لأنه أصبح هناك تكامل في الإنتاج، مما يؤدي إلى عدم الاحتياج إلى دول خارجية في الغذاء وفي احتياجاتها. 3، طرق زيادة الإنتاج. الإنتاج أو الزراعة الحديثة أدت إلى زيادة الإنتاج عن طريق 1، استخدام الوسائل التكنولوجية في الزراعة. 2، استخدام وسائل الري الحديثة. 3، استصلاح الأراضي الزراعية. 4، التوسع في الزراعة المروية. طيب، استخدام وسائل ري حديثة مثل التنقيط وما إلى ذلك أدى إلى زيادة في الإنتاج لم يكن يعلمها المزارع القديم الذي كان يسقي عن طريق الغمر. بالتالي الري بالتنقيط أوجد جودة في الإنتاج ورفع الكفاءة. 2، التوسع في الزراعة المروية، زيادة مساحات الزراعة، كلها عوامل أدت إلى زيادة الإنتاج الزراعي. أما
طرق زيادة الإنتاج الحيواني. ما هي طرق زيادة الإنتاج الحيواني؟ طبعا تعد الثروة الحيوانية من الموارد الزراعية. ليش؟ لأنها جنبا إلى جنب مع الزراعة. إحنا لو نروح على المزارع الموجودة عندنا في الأردن بنلاقي إنه الزراعة يرافقها الماشية بمختلف أنواعها، إذ تشكل إحدى المصادر الرئيسية لغذاء الإنسان. عن ذلك ليش هي إحدى المصادر الرئيسية؟ وذلك لأنها غنية بالبروتينات والفيتامينات، أي واحد. اثنين، إضافة إلى أهميتها الاقتصادية المتمثلة في الصناعات المختلفة كصناعة الملابس والصناعات النسيجية، وتتنوع مصادر الثروة الحيوانية في الوطن العربي. كذلك السماد، كمان السماد يستفاد منه من خلال الإنتاج الحيواني. بنشوف أنواع الماشية المختلفة، إن كانت من الدجاج إلى الماعز فالأغنام ومن ثم الأبقار، كلها مصادر ثروة حيوانية مهمة جدا. في عنا، هل تعلم الاكتفاء الذاتي الزراعي؟ يعني ما هو تعريف الاكتفاء الذاتي؟ تلبية حاجات السكان من الإنتاج الزراعي محليا دون اللجوء إلى استيرادها من الخارج. إذا وصلت الدولة إلى هذا الحد فهي دولة قوية قادرة على التحكم بقراراتها السياسية وقراراتها الاقتصادية. مثال من الأمثلة على ذلك سوريا قبل الحرب. قبل 2010 سوريا كانت من الدول المكتفية ذاتيا، معتمدة على نفسها في الإنتاج الزراعي، بالتالي دولة تحترم على مستوى المنطقة. يتمتع الوطن العربي باكتفاء ذاتي في بعض المنتجات الزراعية والحيوانية. من الأمثلة على هذه المنتجات، واحد، الخضروات، اثنين، البيض. فمثلا حقق الأردن اكتفاء ذاتيا في إنتاج مادة البيض النباتي بنسبة تجاوزت 96% على النقيض. من ذلك يعاني الوطن العربي من نقص في المنتجات الغذائية الأخرى. مثال على ذلك القمح، نتيجة انخفاض مساحة الأراضي المستغلة زراعيا، لذلك تضطر الدول العربية لاستيرادها من الخارج. طبعا القمح لازم نعرف هذه النقطة وهي مهمة جدا، القمح هو عنصر زراعي استراتيجي، إذا ملكت الدولة ملكت زمام أمرها. يعني على عكس الخضروات، على عكس البيض، على عكس مختلف المنتجات، القمح والشعير هي منتجات وزراعات استراتيجية، لذلك إذا ملكتها الدول العربية أصبحت الدول مستقلة ذاتيا قادرة على اتخاذ قرارات لا ترضي دول وأطراف خارجية. فعشان هيك في عندنا مساحة أراضي قادرين على استغلالها، لكن لأسباب أخرى لا يمكن الزراعة ولا يوجد دعم لهذه الزراعة. خامسا، المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في الوطن العربي. ما هي المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في الوطن العربي؟ واحد، نقص المياه بسبب المنطقة الجغرافية التي يحتلها الوطن العربي وهي بعيدة عن مسار المنخفضات الجوية لتذبذب سقوط الأمطار وزيادة الجفاف مما أدى لنقص الإنتاج، هي واحد. واثنين، تدهور خصوبة التربة لاتباع أسلوب الري بالغمر اللي حكينا عنه وهو مؤدي لانجراف التربة واستنزاف التربة وتعرضها للانجراف. وثلاثة، نقص الأيدي العاملة الزراعية نتيجة للهجرة المستمرة من الريف إلى المدينة وقلة الخبرة الفنية الزراعية. ليش عندي نقص الأيدي العاملة الزراعية؟ قلنا واحد، هجرة من الريف إلى المدينة، واثنين، قلة الخبرة الفنية الزراعية، أربعة، قلة استخدام التقنيات الزراعية المتكاملة، وخمسة، ضعف التسويق، وستة، تفتيت الملكيات الزراعية، أي تقسيم الملكيات الزراعية إلى ملكيات أقل، بالتالي عدم استغلالها بالشكل الأمثل. هاي أهم العوامل التي تؤدي إلى تخفيض الإنتاج الزراعي والتقليل منه في الوطن العربي بأسره. نحن نحكي عن وطن عربي، نحكي عن 14 مليون كيلومتر مربع، يعني مساحة شاسعة قادر على أنك تستغل زراعتها في الصيف وفي الشتاء في جميع أشكال الزراعة وأنواعها. تالي أنا عندي تقريبا في آخر إحصائية 372 مليون نسمة في الوطن العربي بأسره، قوة ديموغرافية هائلة تحتاج إلى نسبة عالية من الإنتاج والاكتفاء. لو استغلت جميع مناطق الوطن العربي لما احتيجت أي منتج في استيراده للخارج. طبعا هاي مشاكل زراعية وتحتاج إلى توسع في الشرح، لكن إحنا بنكتفي بهذا القدر. بصفي عنا أسئلة الدرس، بتمنى من الجميع يحلها ويبعث ليها. الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم.